bit interesting. مدرسة النجف. أنا من حلب. لجأت لهون. ميت أهلا وسهلا. لجأت لهون ما حدا عاملني بأي شكل إنساني. لا من الهلال الأحمر ولا من الإغاثة ولا من المسلمين الحليب ولا من التنسيقيات. ما حدا ساعدني قوي. وضعي بالويل. نحن 9 أشخاص. عائلتك عائلتي من رستن وأنا من حلب. طب هل العمل هذا طب ما في ارهاق لك لاولادك يعني طبعاً. مجال وجودهم يكون في مدرستهم ما يكون بعمل هذا الحكي وين المدارس زيها مواد عم بيستهدفوا المدارس اكثر شيء والله ما في حدا واقف جنبنا كل دول العربيه والاجنبيه عم تفرجوا علينا شلون عم نتدبح ما حدا واقف جنبنا طول والمساعدات لبين ما تصل لعنا اذا بعت جوال بتوصلها كيلو على الحصار من النظام لمدينه الرسنه او اي منطقه ثائره الحصار انه حكم انه بدي اجوعكم مشان تتبعوني